إطار مشروع الكورنيش بدون سيارات الذي كانت قد انطلقت فيه بلدية سوسة منذ بداية شهر أفريل، نظمت بلدية سوسة تظاهرة تحت عنوان جيب فطورك وجمعنا من خلال توفير طاولات وكراسي، ويتولى المواطنون جلب إفطارهم معهم ليلتقوا جميعا في لمة عائلية التقى فيها الصغار بالكبار والجار بالجار والأحباب والأصحاب والأقارب في تجسيد حركة تضامنية. ومن سوسة تنضم إلينا مراسلة الأخبار مريم عبد الرحمن. إذا مريم، أجواء هذه التظاهرة في سوسة وكيف كان الإفطار على شاطئ البحر؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين على الوطنية. بالفعل كان هناك إفطار جماعي على أرصفة كورنيش بوجعفر بمدينة سوسة. عديد العائلات لبت نداء البلدية اللي نظمت هذا الإفطار الجماعي وجلبت إفطارها، وكان هناك تجمعات كبيرة بحضور الجمعيات والمجتمع المدني اللي وفروا كل ظروف الراحة للعائلات اللي جات يعني بالشباب بالأطفال وبكل الفئات العمرية. كان بالفعل يعني أجواء رمضانية فيها المادة التضامني أيضا، وكانت اللمة هذه في إطار مبادرة بلدية سوسة بالمشروع اللي قامت به، مشروع هو الكورنيش بدون سيارات يوم الأحد. مزيد من التفاصيل عن هذه الأجواء مع السيدة ابتسام سميدة بن شريفة اللي هي مديرة بالبلدية. صح شريبتك مدام ابتسام، كيفاش كانت الظروف وكيفاش حضرتوا؟ هي الدورة الثانية هذه لمة الإفطار الجماعي. هي الدورة الثانية في إطار مشروع دعت ليه بلدية، هو تشجيع على التنقل المعتدل وفي إطار الكورنيش بدون سيارات. دونك عملنا سلسلة من التظاهرات، ومن بين التظاهرات هذه على خاطر تزامن نهار أحد مع رمضان، دونك عملنا لمة جماعية، مائدة إفطار جماعي، وفرنا الكراسي والتواول، ووفرنا فرق صوفية مصاحبة للمة هذه. دونك هذايا هو وفرنا ودعينا الأهالي ودعينا المتساكنين متاع مدينة سوسة وحتى مدن المجاورة الكليكية باش يقع الإفطار هذايا الجماعي في على كورنيش. كانت الظروف ملائمة. كانت الظروف ملائمة الحقيقة، هو كان مبرمج نهار لحد، الطقس ما واتناش. دونك يعني نشكر برشا الأمن اللي عاوننا باش سكرنا زادة نهار الاثنين، وواتنا الطقس وجات لمة حلوة برشا. من الحاجات اللي عملتها بلدية سوسة هي يعني وضع الكاميرات المراقبة في الأماكن هذه الحساسة. هذا مشروع سيدة عملته بلدية سوسة الحقيقة، هو في إطار مصلحة الإعلامية أما وإدارة الإعلامية ببلدية سوسة. أما هو أولا كانت في مرحلتين، المرحلة الأولى هي تركيز كاميرات بالإدارات البلدية، والمرحلة الثانية تم تركيز بالأماكن الحساسة في مدينة سوسة. شكرا لك سيدة ابتسام بن سميدة بن شريفة. أكيد العائلات مازالت موجودة باش تواصل سهرتها، وباش تكون على موعد مع يعني حفل فني صوفي، خاصة وأن العائلات التونسية تحيي ليلة القدر. لك نعم. الكلمة. شكرا مريم عبد الرحمن مراسلة الأخبار من سوسة، شكرا جزيلا لك وأيضا لضيفك.